حضرتك ذكرت قضية سعر الصرف وقارنت بين ما يحدث الآن وبين تجربتين سابقتين. يعني أولا، هل شايف أنه فعلا في وجه تشابه؟ يعني هل الظروف كانت متشابهة ولا احنا بنتكلم على ظروف مختلفة؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، هل سعر الصرف فقط هو التحدي الأساسي أمامنا، أم أنك ترى أن هناك تحديات أخرى وأن سعر الصرف ده مجرد عرض للمشكلات؟ مشكلة سعر الصرف إلى زوال قريب، وهذا الحوار مع حضرتك سوف يكون شاهد على هذا، لأنه مش مصر بس اللي بتعترض هذه المشكلة، دول أخرى ومصر اعترضت هذه المشكلة من قبل وتم اتخاذ التدابير للتعامل معها. واتصور انه العرض اللي تم انه موضوع سعر الصرف بيتم علاجه من خلال حزمة من السياسات، حزمة اجتماعية بتساند من يتأثر بتغيرات في سعر الصرف وتغيرات الأسعار من خلال دعم مباشر ومن خلال دعم غير مباشر ومن خلال الحوار أيضا مع الناس حول تأثير هذه السياسات، سياسات دفع لحركة النمو الاقتصادي، لأنه البرنامج مع الصندوق بيعالج جزء من المشكلة وليس المشكلة نفسها. ولو تابعنا ما صدر عن صندوق النقد الدولي هتجديه بيقول هذا الكلام، إن احنا بنعالج جزء وعلى الحكومة والمجتمع الدفع بمعدلات النمو، بالإنفاق الاجتماعي، بزيادة الاستثمارات، بتدبير حتى موارد إضافية للمساندة. الامر الاخر انه انا مش شايف ان مشكله سعر الصرف هي المشكله الرئيسيه، هي اكيد عرض لتغيرات اقتصاديه ولاداره اقتصاديه ايضا، ولكن لحسن حظ مشكله سعر الصرف انها لها مؤشراتها اليوميه اللي بتدفع المسؤول لمتابعتها. لكن هناك مشكلات اهم فيما يرتبط بالتعليم، بالرعاية الصحية، بالخدمات الأساسية للناس، بانتشالهم من مشكلات الفقر وعدم عدالة الفرص، وأتصور أن مؤتمر الشباب تعرض أيضا ليها. لكن علاجها قد تستغربين، ويمكن أخذ بس دقيقة في شرح وجهة النظر دي، أن المسألة مش مسألة حكومة مركزية بتتعامل مع هذا الموضوع. الشغل في الاقتصاد، وانا بتابع زي ما حاولت اقول لحضرتك في البدايه تجارب دول من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، من فقيرها لغنيها لاغنيائها من الدول، الا انه انا بشوف السياسات الناجحه واللي ادت الى تطورات كبرى في حياه الناس في دول كتيره هي اللي اشتغلت على الاقتصاد وعلى السياسات الاجتماعيه والبيئيه على 4 مستويات. وعشان اقرب الفكره للناس، هي زي ما بنتكلم كده عن كرة القدم، في مسابقة دولية للفيفا، في مسابقات إقليمية زي مسابقات كرة القدم مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفي مسابقات وطنية بتلعب فيها النوادي، كل المستوى دي واخدة حقها من الاهتمام. لكن في المستوى الأخطر الذي ينبغي علينا في مجتمعنا، اللي فيه 27 محافظة، في 400 مدينة ومركز، في مئات من الأحياء، 27 محافظة نصهم تقريبا عدد السكان فيهم أكثر من 4 مليون، هذا المستوى المحلي هو الأخطر في التنمية، هذا المستوى المحلي هو اللي بتعترضيه حضرتك في مجالات التعليم، في الرعاية الصحية، في النقل، في المواصلات، في الخدمات الأساسية، في وصول المية ليك، للكهرباء، للصرف الصحي. أما بشوف جودة الخدمة على مستوى المحليات في الدول المتقدمة هو ده معيار التقدم، أما بشوف مستوى التطور اللي بيحصل في دول زي الصين وزي المكسيك وفيتنام وغيرها، بشوف ان الاهتمام على هذا المستوى محوري. والكلام مش بس ان انا بغير قانون محليات او بهتم باختيار بعض القيادات التنفيذية هنا وهناك، ولكن ايضا في موضوع المؤسسات، في موضوع التمويل. حضرتك تبص على موازنة المحافظة الان اهم بكتير جدا في تقديري من الموازنة العامة للدولة في هذه الخدمات. منين بتيجي موارد المحافظة الآن والمحليات؟ بتيجي من مصدرين، مصدر من الحكومة المركزية وباقي في شكل تحويلات، والباقي في شكل رسوم هي أشبه بالإتاوات وليست رسوم مقابل الخدمة. ما بنراجع تجارب الدول الناجحة بنشوف ان هذا المستوى، مستوى المحليات والاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية والخدمات والنقل
وحياة الناس اللي بتتعطل على بعض الطرق الداخلية اللي كانت زمان بتتكلم على طرق فرعية، هي أصبحت الآن طرق رئيسية بيمر عليها ملايين البشر في اليوم ولا تلقى اهتماما. أنا كنت في مصر آخر مرة منذ عدة أسابيع، انبهرت حقيقة بشبكة الطرق القومية اللي اتعملت، عمل غير مسبوق. ولكن في نفس الوقت وشفت دلوقتي فيه اهتمام بهذا الموضوع بفتح شرايين الدولة. يعني الأخ محمد العريان اتكلم وبذكره للمرة الثالثة انه اتكلم على فتح مجالات للمجتمع انه يتحرك فيها. مش هقدر احرك هذا المجتمع مركزيا فقط، بحركه من خلال عمل المحليات، من خلال عمل كل منطقة كبيرة العدد في السكان يجب أن يكون عندها مركز تجاري، مركز صناعي، مراكز للخدمات المساندة، مدارس متميزة، جامعات متميزة. هنا بدل ما اتحرك ككتلة صماء بتحرك بآليات عمل تتسابق فيها هذه المحافظات. حضرتك أشرت للاستثمار في مصر، وأنا تشرفت بالعمل مع مجموعة من أفضل من تعاملت معهم في حياتي، حتى مقارنة بمن تعاملت معهم من مؤسسات دولية، الموظفين والموظفات في هيئة الاستثمار. أنا شفت جهدهم على المستوى المركزي، وشفت جهدهم أيضا على المستوى المحلي. شفت شكوى محافظ دمياط الأسبق رحمه الله الدكتور عبد العظيم وزير، وهو يشتكي أن المنطقة الاستثمارية عنده ما فيهاش غير 27% إشغال. وشفت شكوى أخرى من الدكتور فتحي البرادعي في آخر عهدي مع العمل مع الوزارة وهيئة الاستثمار، أنه العدد من المشاركات والمصانع في المنطقة الحرة الاستثمارية زاد عن 100% بحوالي 25%. ده جه إزاي؟ جه باهتمام بالعمل على مستوى المحافظة وتهيئتها وكوادر كانت في هذه المحافظة بتشتغل لا تقل أبدا عن المستوى اللي كان موجود على المستوى المركزي في القاهرة.